تحضيرات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيرا لمنافسات تصفية إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا، حيث التقى المنتخب بفريق باتيم كوكاكولا الذي يلعب في دور الدرجة الثانية المصرية. وكان اللقاء قد توقف عند الدقيقة 24 من الشوط الثاني بسبب العنف المفرط من الفريقين، والنتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله. جاء هدف ليبيا من علامة الجزاء نفذها بنجاح صالح الطاهر. فيما يتواصل التحضير لتنظيم مهرجان ليبيا تجمعنا تحت إشراف اللجنة الأولمبية الليبية، والذي يشمل أكثر من 12 لعبة بمشاركة متسابقين من كافة المدن الليبية. وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان صلاح نجم في تصريح له لقناة ليبيا الحدث بأنهم قاموا في الاجتماع الذي عقد الأحد بتوزيع المهام على اللجان كل حسب اختصاصه. المهرجان حتى احتضن مدينة بنغازي في الفترة ما بين 10 إلى 20 من هذا الشهر، حتكون فيه أكثر من 14 مسابقة، وحتكون في مباراة في كرة القدم، مباراة استعراضية تجمع عدد من نجوم لعبة كرة القدم في ليبيا. المهرجان هو مهرجان بدعم مباشر من اللجنة الأولمبية الليبية، نتمنى له النجاح. ونحن اليوم من خلال اجتماع اللجنة الإعلامية تم توزيع المهام على اللجان، وقسمت لجان التغطية، لجان حفل الختام وحفل الافتتاح والدعاية والإعلان. في إنجلترا حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على حساب مضيفه سوانزي سيتي بعدما قلب تأخره على استاد الحرية بهدف إلى فوز بهدفين في إطار المرحلة 7 من البريمير ليج. أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد جاء بقدم الهولندي ليروي فير بعد 8 دقائق من بداية اللقاء. رد الليفر في الدقيقة 54 برأس روبرتو فيرمينو وسط غفلة من المدافعين، ثم تقدم الفريق الضيف قبل نهاية المباراة بدقائق من علامة الجزاء نفذها بنجاح جيمس ميلنر. نجح المهاجم الإسباني دييغو كوستا رفقة زملائه من إنقاذ المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عندما تغلب فريقهم تشيلسي على هال سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت السبت ضمن الجولة 7 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. كان المهاجم البرازيلي الأصل كوستا المسبب في الهدف الأول عندما مرر الكرة لويليان الذي راوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد بمهارة الكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 60. بعدها ب7 دقائق وبذات طريقة التسديد نجح دييغو كوستا في إضافة الهدف الثاني عندما اصطدمت الكرة بأحد المدافعين وجاءته داخل منطقة الجزاء. حقق المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم لكرة القدم داخل الصالة لأول مرة في تاريخه بفوزه في النهائي الذي أقيم مساء السبت على روسيا بنتيجة 5-4. وجاءت أهداف التانجو عن طريق كل من ألاميرو فابوراكي وكوزولينو وبراندي الذي تكفل بتسجيل هدفين وكونستانتينو فابوراكي. في الجهة الأخرى تألق برازيلي الأصل إيدر ليما بعد أن تكفل لوحده بتسجيل 3 أهداف فيما جاء الهدف الثالث للدب الروسي عن طريق ليسكوف. وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.